نختم اخبارنا الحصريه من الجبلايه، وارسلت اللجنه الخماسيه التي تدير شؤون اتحاد الكره برئاسه عمرو الجنايني التصور الخاص بملف استكمال الدوري الممتاز الى وزاره الشباب والرياضه، وذلك من اجل العوده بعد التوقف بسبب ازمه فيروس كورونا المستجد واللي تسبب في تجميد النشاط في كافه انحاء العالم. ياتي ذلك بعد الاجتماعات الخاصه بين مسؤولي اتحاد الكره ووزير الرياضه، واللي طلب خلالها تجهيز تصور كامل من اجل عرضه على الجهات الامنيه ووزاره الصحه الحصول على الموافقة باستكمال المسابقة. وكان طبعا كان أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وتم وضع ملف كامل من أجل عودة المسابقة يحتوي على كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا في الفترة المقبلة. يعني طبعا دي كان أخبارنا الحصرية بكده. أخبارنا